هذا بالنسبه لنا في القطاع ديال الصيد البحري وكمهنيين وكممثلين كوافه مهنيه جد مهم باعتبار انه الصيد البحري اليوم كيمثل 30% من الناتج الخام الداخلي ديال الجهه ويعني اول محرك اقتصادي في الجهه وبالتالي العلاقات اللي كنتمنوا انها يعني تمخض وتخرج من هذا المنتدى ما بين المستثمرين المغاربه والمستثمرين ديال في الصين كنتمنوا ان شاء الله تكون علاقات قويه وتخلق من خلالها واحد يعني استثمار في الافق واحد البرنامج ديال العمل ما بين المهنيين بجوج. وكما كتعرفوا اليوم عندنا قطاع اللي هو جد مهم واللي جديد اللي هو تربيه الاحياء المائيه. وكما كتعرفوا كذلك بانه الصين هي اول منتج في تربيه الاحياء المائيه تقريبا كتمثل واحد 50% من مجموع الانتاج ديال العالم في تربيه الاحياء المائيه. وبالتالي فالتجربه ديالهم والمعرفه ديالهم وكذلك حتى الاهميه ديال التموقع ديالهم فيما يتعلق بالسوق الاسيوي مهم بالنسبه للمغاربه اللي غيرتفعوا يعني ينتفعوا من هذه التجربه. وكاين غتكون كذلك اورش ورشه عمل ما بين المهنيين وما بين يعني لي زومولوج شينواز وان شاء الله غادي من خلال هذا غادي نحاولوا باش نخلقوا شراكه ما بين الجانبين. استثمار لجهه سوس مصر. اللقاء الذي نحضره اليوم هو فرصه لاننا نستقبل اليوم عملاق من عمالقه الاقتصاد العالمي. هذا العملاق الاسيوي هذا السوق ديال مليار و400 مليون مستهلك. نحاول اليوم ان نظهر لهذا الشريك الاستراتيجي المهم الامكانيات التي تتاح بلدنا وتتاح جهه سوس مصر خصوصا فيما يتعلق بفرص الاستثمار الامكانيات البشريه والطبيعيه التي حب الله بها هذه المنطقه المؤهلات البشريه كذلك وخاصه التحفيزات التي تقدمها هذه الجهه بالاضافه الى التحفيزات التي تقدمها القوانين الاستثمار الوطنيه. سنحاول من خلال هذا الملتقى ان نوجد الى الطرف الاخر المعلومه الصحيحه، المعلومه الدقيقه، المعلومه الرسميه التي تساعد على اتخاذ القرار السليم قصد الاستثمار في جهتنا. سنحاول كذلك ان نتحدث عن بعض فرص الاستثمار في المجال الصناعي خاصه المجال ديال قطع السيارات، بناء السفن، النسيج، الصناعات الغذائيه، الصناعات المتجدده او الطاقه المتجدده ومجموعه من الصناعات التي تعتبر الصين رائده فيها. كما تعلمون هذا اللقاء جاء في وقته، لماذا؟ اولا لتسوي 60 سنه من العلاقات الثنائيه بين المغرب وبين الصين، وكذلك وهذا اهم شيء الصين تعرف الان تحولا مهما بحيث ان الدخل الادنى في الصين يرتفع وبالتالي اصبحت تفتقد بعض الصناعات تنافسيتها داخل السوق او داخل المجال الصيني، فلهذا تقوم الصين اليوم بترحيل بعض الصناعات. ونحاول من اليوم ان نبين مؤهلاتنا او نظهر مؤهلاتنا نستقطب لما لا بعض هذه الصناعات المرحله خاصه في قطاع النسيج كما اسلفت وقطاع اجهزه السيارات والصناعه الغذائيه. كيفاش كتشوفوا البنيه التحتيه اللي في الجهه؟ واش قادره يعني تستقطب؟ قادره باش انها تتماشى مع سيكون من يعني من 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 العبث ان نقول على انه يمكن ان ان ان, أن نستوعب جول الصناعات الصينيه. لا مقارنه مع وجد الفارق، نحن نتكلم عن مليار و400 مليون مستهلك، نتكلم عن سوق عملاقه، نتكلم عن القوه الثانيه او الاولى اقتصاديا في العالم، ولكن هذا لا يعني اننا لسنا مؤهلون لاستقطاب بعض الصناعات. لنا بنيه تحتيه متوفره، اتكلم عن المناطق الصناعيه، عندنا 8 المناطق الصناعيه، عندنا واحد فك العزله على الاقاليم ديالنا بدا كيتوجد الان مع الطرق السريعه وطريق السيار، ولكن يجب معك الحق يجب تدعيم وتقويه البنيات التحتيه، اتكلم بالخصوص عن ميناء اكادير، اتكلم عن الربط بالسكك الحديديه، كل هذا ياتي مع توفر الاستثمارات. لا يمكن ان ننتظر حتى نوفر البنيه التحتيه عن جيب الاستثمارات، ولكن يمكن ان نشتغل على الجهتين في نلاحظ ان هذه الدوره الحجم اكبر بالنسبه الى الدوره الماضيه، فعندنا ثقه تامه ليكون العلاقات الصينيه المغربيه يتطور الى يعني بشكل أحسن، وكذلك نريد أن نقوم هذا المنتدى بحجم أكبر من أجل تعزيز الصداقة والتبادل بين الشعب الصيني والشعب المغربي في المستقبل.
نعتقد أن سوس ماسا جهة سوس ماسا ومدينة متميز في الفواكه والخضر والجو الصافي الجميلة، فالناس يقول بأن السياحيين الصينيين سوف يفضل أن يزور هذه المنطقة هذه الجهة وهذه المدينة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.